اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة اللي هي حول اللابلاس ترانسفورمز. راح تشوف اكو لابلاس ترانسفورمز واكو فورير ترانسفورمز. يعني ثاني التولز يستخدموها على مود يحلون المعادلات التفاضلية، هذني المشهورات الأكثر، the most important two kinds. فعندي من معادلة تفاضلية initial value problem، نقول initial value يعني ال ODE وال وال initial conditions ال IC. باستخدام هذا ال transforms أحوله إلى algebraic problem اللي هي multiplications, divisions, subtractions, additions, parentheses. يعني ذني نقول الصيغ البسيطة، وأوجد إلها الحل، وبالنتيجة الحل الأساسي راح يطلع لي للمعادلة التفاضلية من خلال هذا الانترودكشن، يعني من دخلت اللابلاس. فهي هاي الغاية من لابلاس، مو إلها نفسها وإنما لغيرها للمعادلات التفاضلية. التعريف العام إلها بهذا الشكل، هي صيغة تكامل للمتغير تي. فعندي الفانكشن اف تي تتغير مع تي، وغالبا تكون هاي الفانكشن عبارة عن بيس وايز continuous function. يعني شوف هذا الشكل مال piece wise continuous function شلون يكون. فالدالة هي ft، ودائما تجي مع ال exponential function to the variable s. فهنا الظهر عندي متغير جديد اسمه s. هذا المتغير complex بإيماجينري وبريل بارتس، دائما من أشوفه يعني أربطه بلابلاس. فأني اللابلاس يعني رمز اللابلاس هالشكل L، ولكن هو الرمز الصحيح له يعني راح يكون بهذا الشكل، يعني هو هذا الرمز الجريك لتر، لكن احنا للسهولة نستخدم L او بهذا الشكل. هذا اللابلاس، اذا اللابلاس انفرس، بس مجرد احط هنا أنا انفرس، واضح. فتعريف اللابلاس تكامل، الدوال اللي تجي ويا لابلاس هي دوال بيس وايز فانكشن. شنو بيس وايز فانكشن؟ يعني بيها سويتش اون سويتش اوف، واحد صفر واحد صفر، متقطعة. فأنا من أريد لابلاس لأي دالة، يعني من أريد لابلاس ترانسفورمز، نقول يعني معناتها أنا إذا أسوي تكامل لهاي الدوال، فلتكن سي هو ماينس اس، فمن أريد التكامل يعني أضرب وأقسم على سي، بعدين أعوض ال n، راح يستخرج عندي هذا الحد الأخير. هذا الحد الأخير من أعوض ال n بإنفينيتي، راح يعني هذا يروح، فيبقى لي ماينس واحد على سي. هذا هو ناتج التكامل. فأني تعريف اللابلاس هذا هو تكامل، أريد الناتج إله، طلع لي الناتج واحد على سي، بشرط أن يكون السي أصغر من صفر يعني، والإف تي تكون واحد. فدالة الإف تي، الإف تي يعني اللي كنا ناخذها مثلا واي دلالة التي، هذا سميه واي إف تي أو إف تي.
واي ويا الاكس، مرات ويا الاكس، مرات ويا بعد اخر، يعني واتفر. من اريد اللابلاس هذا الاتجاه، اروح بهذا الاتجاه، راح يطلع لي كابيتال اف بدلالة الاس المتغير الجديد. من اريد بالاتجاه المعاكس، يعني انا اصلا عندي بالاف، بالاف اس، اريد الانفرس لابلاس، راح يطلع لي الاف تي. فهي هاي الفكرة من الموضوع، انه اخذ اتجاه لابلاس واخذ انفرس لابلاس بهاي الاتجاهين، حولت المعادلة التفاضلية الى معادلة بسيطة يمكن حلها ويمكن ايجاد الحل العام لها. فبقية الصفحات اللي راح ناخذها هي عبارة عن ايجاد اما لابلاس او انفرس لابلاس. اذا كانت عندي الاف تي يعني عدة من الدوال functions، فإذا كانت ال FT واحد فهي هاي سهلة، إنه مجرد أعوض بالتكامل بدال ال FT واحد، وأني استخرجت أصلا التكامل هنا ماينس واحد على سي، أعوض عن السي بما يساويها فيطلع لي واحد على اس، فكأنه حولت ال FT إلى FS. واضح؟ فلابلاس الواحد راح يطلع لي واحد على اس. زين اذا عندي لابلاس الساين تي او ساين اي تي، فانا بنفس الحالة اسويها بالتكامل، يعني بدال ما الاف تي واحد راح اعوض عنها ساين اي تي. فاشوف اني هذا التكامل، يعني احد طرق التكامل، الطريقة الاسهل هي اليو، يعني تكامل عندي تكامل اليو دي في equals to يو في تكامل الفي دي يو. اليو في ناقص تكامل الفي دي يو. فإذا اعتبر اليو هي exponential minus st، والدي في اللي هي تكامل sin at، راح أدخل through these steps، يعني مجرد خلينا نقول تعويض وإيجاد تكاملات، راح ينتهي بي الناتج إلى هذا الحد، وراح ترجع تكرر نفس الدالة كأنه من جديد، يعني هاي الدالة تكررت من جديد وطلع لي هذا الناتج. هاي الدالة ما زالت تكرر من جديد، أفرض هي FS، يعني أريد أستخرج ناتج هنا، فأني ما أجي أرجع مرة ثانية باي بارت انتجريشن، لا، أكتفي بالإف إس، أحول الإف إس هنا، أسوي له يعني ترتيب، راح يطلع لي الحل بهذا الشكل، بهاي الصورة راح يطلع لي الحل، وهو المطلوب. فدائما لابلاس الساين أي تي هو أي على إس تربيع بلس أي تربيع. أوكي. أنا اللي أريده هو هذا الناتج، فأنت إذا جبته من التكامل أو حافظه أصلاً إنه تكامل اللابلاس ساين أي تي هو أي على إس تربيع بلس أي تربيع، ماكو إشكال، المهم الناتج صحيح. هنا الإف تي واحد، هنا الإف تي صار ساين تي. زين إذا الإف تي غير دوال، فعندك ثلاث خيارات. الخيار الأول، أما أنت حافظ، يعني أنت مخزن عندك المعلومة أنه لابلاس كذا إلى ناتج، أو إلى ناتج أنت حافظه عندك تكتب ليها مباشرة. الخيار الثاني أنه يعني تسوي manipulations، مثلا تحول شيء معقد إلى شيء بسيط، وعن طريقة توجد اللابلاس إلى
الخيار الآخر اللي هو طريق مطول، يعني أحد طرق التكامل، تكامل الـ FT، يعني تخليها بالتعريف لابلاس الأساسي، تخلي الـ FT هنا وتكامل. طبعا التكامل هنا من زيرو إلى انفينيتي، يعني مو تتخلص من الانفينيتي، تاخذ ليمت إلها، تاخذ ليمت وتسوي لها إلى حد معرف definite term. فإذا هي ثلاث خيارات. خاصية اللابلاس إنه هو linear or linearity of Laplace transform، يعني معناته شنو؟ إنه إذا عندي ثوابت مثل A وال B تخرج خارج لابلاس، إذا عندي مثلا جمع بين حدين معناته إنه لابلاس التوتال هو نفسه لابلاس الحد الأول بلس لابلاس الحد الثاني. مثلا احتاج بالمانيبيليشن، احتاج هذا يعني هذا الحد وهذا الحد. مثلا انا اذا عندي هايبربوليك فانكشنز مثل كوش سينج، احولها الى حدود بسيطه اللي انا اعرفها، اللي هي بدلاله الاكسبوننشال فانكشن، مره بلس مره ماينس. فإذا حولت بهذا الشكل راح أقدر أوجد لابلاس ترانسفورم لها بسهولة، ولكن أرجع وأقول إنه أني أريد يعني أريد أني الناتج النهائي. أنت جبته من تكامل، جبته من مانيبيوليشن مثل هذا، أو حافظه مباشرة تعطيني إنه لابلاس الكوش أي تي هو S على S تربيع ماينس الأي تربيع. فهنا اللي كنا نحكي يعني بخصوص هذا الموضوع هو هذا الجدول، انه احنا اخذنا مثلا للواحد، اخذنا الكوساين، اخذنا للساين، عرفنا انه اللابلاس مثلا للواحد هو واحد على اس، اللابلاس للساين اي تي اللي هي اي على اس تربيع بلس اي تربيع، هذا عرفناه من خلال التكامل. سيناني إذا عندي يعني هيجي دوال أرجع أكاملها كلها، لا طبعا هذا يعني إحنا مثل ما يعني قلنا لابلاس هو يعني ما نريده نفسه، وإنما نريده عمود نحل المعادلة التفاضلية، فهو يرجع مجرد تول، مجرد وسيلة. فأنا شو أسوي هنا بهيجي حالة؟ اللي عنده قابلية مثلا يحفظ ذني مباشرة، اللي ما عنده مثلا هاي الإمكانية إنه يحفظ الشغلات المهمة، مثلا الواحد تكامل خلينا نقول، أو لابلاس الواحد، لابلاس الـ exponential اي تي، مثلا عندك الساين. خلينا هالشكل نحدد مثلا هذا سهل، لابلاس الواحد هو واحد على اس، اذا بالعكس يعني انفرس لابلاس الواحد على اس راح يعطيني بالعكس واحد هالشكل. فمثلا انا حافظ انه لابلاس ال a او exponential a t يعطيني واحد على S ماينس A، فبهذا الاتجاه هو لابلاس. إذا بالعكس أخذ لابلاس انفيرس راح يعطيني بهذا الاتجاه، يعني انفيرس لابلاس واحد على S ماينس A يعطيني exponential A to the exponential to the AT. الشيء الآخر المهم أيضا عندنا دائما يعني نشوف أنه T plus power to the كذا، فإذا power to the integer مثل يعني مثل 1 2 3 راح يطلع لي بهذا الاتجاه هي n factorial على S n plus 1. أما إذا الباور يعني fractional or negative
راح يطلع لي يعني هو ايضا الاس المقام اس بي بلس 1، بس الباست انيومريتر راح يطلع لي بدلالة الجاما. هنا أنا راح نعرف شنو الجاما. الجاما يعني هي العلاقة بالفاكتوريال، فهذا الجريك لتر جاما. مثلا هذا ايضا اقدر احفظه انه سكوير روت اوف تي، دائما اللابلاس الى سكوير روت اوف باي اوفر 2 تايمز اس 3 اوفر اوفر 2. بالعكس اذا اريد الانفرس لابلاس هذا اسوي له فيرجع لي الى سكوير روت اوف تي. اذا كان الباور 1/2، اذا كان الباور لا ان خلينا نقول على تعيين تايم بلس اور ماينس 1/2، فهنا انا راح هالشكل يكون المقام يكون نفسه اس ان بلس نص، بس خلينا نقول الباس راح يكون فاكتوريال او يعني عدة حدود الى ان توصل للان في جذر الباي، فهذا ممكن حفظه. الشيء المهم الآخر هو الساين والكوساين، فدائما أني لبلاس الساين هو أي على أس تربيع بلس أي تربيع، لبلاس الكوساين اللي هو أس على أس تربيع بلس أي تربيع. زين إذا قبل الساين والكوساين إلى متغير تي، يعني هنا شوية يكون لبلاس إلها شوية معقد أو شوية أصعب. أنا ما حافظ هذا، إذا هذا ما حفظته أسوي مانيبوليشن أرجع كل شيء للساين والكوساين، ومن خلاله أقدر أوجد يعني الساين اللي multiplied by t. نفس الحالة هنا، يعني أنا ما أحفظ أنه هذا الجمع، وإنما أوجد بما أنه linear يعني على خاصية اللابلاس اللينيرة، فأقدر أشوف اللابلاس للساين اللابلاس للاي تي كوساين، وبالنتيجة لازم يطلع لي هذا الناتج صحيح. فهنا أنا يعني اقترح لذني ما نحفظهم وانما نسوي لها مانيبيوليشنز. اكيد الانتجريشن صعب او طويل. نفس الحالة ما يخص هذني، يعني انا ضمنيا اخذت يعني هذني ضمنيا اخذناهن السنج والكوش، انه يعني إذا أشوف الساين هو A على S تربيع بلس A تربيع، فالسنج اللي هي A S تربيع ماينس A تربيع، فهنا أنا بس الإشارة اختلفت. مثلا هنا أنا الكوساين S على S تربيع بلس A تربيع، الكوش إلى S S تربيع ماينس A تربيع، فهنا بس الإشارة اختلفت، لأن أكو علاقة بين الكوساين والكوش والساين والسنج. أجي ما يخص أنه إذا كانت الإكسبوننشال يعني مضروبة بدالة multiplied by sine or cosine، هنا أنا همتين أنه يعني عندي من العلاقة الأولى أنه دائما الإكسبوننشال إذا هنا أنا موجب راح يطلع لي هنا سالب، والعكس صحيح vice versa is correct. بنفس الحالة أجي هنا هو نفس الساين، يعني الابلاس الساين ايش قد هو؟ الابلاس الساين اللي هو بي اس تربيع بلس بي تربيع، ها اذا كان واحده اذا ما كان الاكسبوننشال. اما بس نخلي الاكسبوننشال بدل ما الاس تربيع نضيف اس ماينس اي، لان الاشاره قد تعتمد على عكس هاي الاشاره. نفس الحال هنا، يعني هو الكوساين احنا اذا نقول ما نعتبر هذا الكوساين واحدة، اللابلاس إله هو S على S تربيع بلس B تربيع. بس من إجانا ويا هاي الإكسبوننشال راح يصير بدال S S minus A S minus A، مثل ما قلت ليش minus ليش مو بلس، ينعكس هاي ذا. فإذا كان مثلا إكسبوننشال minus راح تخلي هنا موجب. عندي ايضا هنا بعض الدوال او بعض الـ يعني الاوبشنز للاف تي، راح يطلع لي
طبعا هذا مو كله احفظه يعني، بس انا خليت لك انا والبقيه اسوي لها مانيبيوليشنز. ما يخص اللابلاس، ما زال هو متعلق بال يعني بال بيس وايز فانكشن. يعني هاي غالبا ما راح تشوفوها، موضوع الكنترول، انه عندي سويتش اون سويتش اوف. فهنا أنا تظهر لي تعريفين، ما يتعلق بالسويتش اون سويتش اوف. سويتش اون يعني واحد، سويتش اوف صفر، وهذا الديجيتال ديجيتال ريبريزنتيشنز. فهنا أنا ظهرت لي الهيفي سايد فانكشن، نسبة هذا اسم هيفي سايد، اسم شخص. وهنا أيضا ظهرت لي اسم شخص أيضا دراك أو دراك دلتا فانكشن، علامة إلها هي دلتا للدراك، علامة للهيفي سايد اللي هي يو يو سي. فشنو أقصد اليو سي؟ اليو سي يعني هي يونت ستيب فانكشن. السي اللي هي هنا مثلا، هنا السي لا على تعيين واحد، هنا نسي مثلا على تعيين مثلا 10، فهي الستيب اللي عندها الدالة مثلا صار discontinuous. أنا مقصود بيها بالسي. فأني من يجيني هالشكل بالسؤال يعني يو سي or sometimes يو سي multiplied by اف تي minus سي، معناتها اللابلاس انفيرس إلى هذا، لابلاس انفيرس لها هذا، يعني اذا هي مالتين سهلة الحفظ. والدراك دلتا فانكشن من يجين بهذا التعبير، لابلاس انفيرس لها هذا، فهو بس يعني اذا اللي شوية يعني pay attention to them. اخيرا هنا أنا عندي ايضا يعني معادلة مهمة، أو خلينا نقول اف دي مهم. من يجيني هاي الصيغة مثلا، يجيني انه تي تايمز اف دي، فهنا أنا راح استخرج لها المشتقة. يعني من نقول اف ان اقصد بها المشتقة، يعني مشتقة مثلا واحد اثنين وهكذا. بالآخرين بالبقية ما شفت أي شيء بمشتقة ما عدا هي هاي، شفت بها مشتقة، فهي يعني pay attention. مثل ما قلت أعرف الجاما، الجاما هي extension لل normal factorial function، فهو غالبا هذا تعريف للجاما بالكتب. والجاما هي يعني قلنا هي اسم شخص، نقول فالان اذا بوزيتيف الشكل يعني جاما ان بلس 1 ايكوالز تو ذا فاكتوريال اوف ان، وهذا هي فاكت، از نوت اوبينيون، ذس از فاكت. ايضا من الفاكت انه الجاما بي بلس 1 هي ايكوالز تو ذا بي جاما بي، مثلا جاما 1 اوفر 2 ايكوالز تو ذا سكوير روت اوف باي. فهذني أيضا نحفظه نحن. أما ما يخص تعريف الجاما نفسها، هي تكامل من 0 إلى infinity للـ exponential minus x x t minus 1 dx. فأنا يعني don't worry about these things، يعني هي مجرد ظهرت لي هاي الفانكشن. ليش؟ لأن هذا ما عندي يعني هذا ما اشتغل، فمن عندي البي fractional or negative، فهيطلع لي هذا الاسم الجديد جاما، بس يعني ما نستخدمه هواي. مثل ما قلنا التعريف الاخر اللي ظهر هيفي سايد، قلنا هذا اليونت ستيب فانكشن، فغالبا هم يستخدموه ويا اليو، اليو ويا يعني هنا السي، السي هي الكات اوف، مثلا الكات اوف صار عند 6 فسميه يو 6، الكات اوف صار عند ال 12
عند 12 سكند، قصدي 12 يعني 12 ثانية صار الكت اوف، سويتش اون سويتش اوف، فسمي هنا يو 12 وهكذا. فهذا يونت ستيب فانكشن. فانتم راح تاخذون مثلا بالسيطرة انه طيت فيلد امبولس، بدا السيستم طيت امبولس وقفت عند ستيب معين اللي هو الواحد، فهو مثلا السيستم اشتغلت الى ان وصلت الى الواحد. ادياء ثانية مثلا عند الثانية الرابعة، فهنا اليو راح تترجمها شكل اليو اربعة عند الثانية اربعة ساوى الى الواحد، فراح تشوفونه شكل بالكنترول. مصطلح اخر هو الاس شيفتنج. شيفتنج يعني انه بدال الاس وحدها، بدال ما الاف اس هالشكل، بدال ما اكتب الاف اس مثل ما قلنا الاف كابيتال معناته اني استخرجت لابلاس، راح اكتب اف اس ماينس اي. وقلت يعني من اكتب هالشكل اس ماينس، مرات هي بلس ماينس، طبعا بلس ماينس، شو وقت بلس من يكون الاكسبوننشال ماينس بالعكس، فيعتمد على هذا الاي. إذا كان موجب فنخلي سالب، وما إذا كان هنا سالب نخلي هنا موجب. الملاحظة أيضا اللي عرفته أنه المشتقة، يعني أنا أول مرة شفت أنه المشتقة أحتاجه، يعني هي هذا نفسه اللي شفتوه بالجدول، هو ال F to the N، يعني هي عبارة عن مشتقة. اللي بالجدول كان T الآن اكس، ماكو اشكال، يعني هو اكس تي زي اي شيء عدا الاس مقبول. فاللابلاس الاكس تايمز اف اكس معناته ماينس 1 تو ذا ان دريفيتيف اوف اس ان اور اف اس، فالان مشتقه. مثلا الملاحظه الاخرى اشوف تكامل، فأنا استخدمت لبلاس هنا للمشتقة وللتكامل. تكامل شو وقت؟ من يكون الليمت البسط والمقام موجود exist، يعني مو infinity، فلبلاس للدالة over المتغير راح يطلع لي تكامل. هنا لبلاس الدالة times المتغير طلع لي مشتقة، هنا لا over القسمة طلع لي تكامل، لأن الخواص استفاد من عدها بالمعادلات التفاضلية. خاصية أخرى أنه يعني إحنا من طلعنا هنا أريد تكامل، فإذا أريد أكامل إحنا ناتج التكامل دلالة الأس يطلع لي واحد على أس أف أس. طبعا التكامل لازم إلى نهاية، فأنا إذا إنفينيتي يعني أخذ الليمت. واضح. خاصية أخرى هي ما تخص المعادلات اللي هي periodic. periodic means يعني شيء ينعاد ويا الوقت، مثلا الدالة كانت لها قيمة معينة بعد فترة معينة تنعاد نفس القيمة، وهكذا فيسموه periodic. فاللابلاس transforms يعني بهاي البريادك راح يكون بهاي الصيغة، فهي تكون بسط ومقام بدلالة الأوميجا. هنا الأوميجا اللي هي الفاكتور مال البريادك. واضح. يعني إذن الخواص قلنا تظهر لنا واضحة من نروح على المعادلات التفاضلية. عندنا أيضا أنه بالمعادلات التفاضلية إذا كان المقام مكتوب بهذا الصورة، الأفضل إنه أضيف حد وأنقص نفس الحد،
يعني أزيد وأنقص. ليش؟ على مود أحوله إلى تربيع، أحوله بهاي الصورة. هاي الصورة عندي أفضل، لأن أني أعرف أنه مثلا الكوساين، الكوساين مثلا الأي الأي تي، من أخذ اللابلاس إنفرس إلها شي يساوي؟ يساوي الأس على أس تربيع بلس أي تربيع، ما شكل اللي هو أصلا موجود يعني عندي بالجدول أو بالتكامل، يعني موجود هنا. والساين نفس الحالة، يعني الساين والكوساين والسينش والكوش، كل أنا دا أشوف بالمقام، أشوف أس تربيع، فأحاول أحول كل الصيغ اللي عندي، الصيغ المعقدة اللي عندي مثل هاي، أحاول أحولها إلى هذا الشكل. هذا الشكل يسهل لي. ليش؟ لأن أنا أعرف الكوساين اللابلاس كوساين، وأعرف أيضا بالعكس. يعني هنا أنا ما زال بدلالة الأس، فهو يريد اللابلاس انفيرس لها، يطلع لي بدلالة التي. خاصية التاسعة مثلا نفس الحالة، بدلالة الأس يعني يريد بدلالة التي. من عندي هنا فراكشنز أو فراكشنز، والباور تتغير 1 2 إلى ام، معناتها أنا أستخرج نقول الثوابت للبسط. ونفس الحالة إذا كانت بولينوميال، إذا كانت بولينوميال نفس الحالة الباور راح يتغير، فالثوابت راح تكون إذا كانت بولينوميال راح تكون من الدرجة الأولى، يعني بدل ما أي واحدة راح تصير البي بلس سي. طبعا زين ثوابت أنت أربيتراري تتغير حسب، تسميها أي بي، تقدر تسميها سي 1 سي 2، يعني هذا راجع لك. أكو مصطلح أيضا الـ Convolutions. Convolutions معناته أنه عندي دالتين وبيناتهم شنو يعني Times Multiplications، فهذا بمصطلح الـ Integration هالشكل. وأخيرا الـ Unit Step مثل ما قلت أنه إذا الأوريجين صفر فاليو اكس هالشكل تنكتب، إذا نيجاتيف فهي صفر، إذا بوزيتيف الاكس فهي 1. أما إذا الأوريجين سي فاليو هالشكل تنكتب، يعني سي هالشكل، فاللي بعد السي اليو 1 واللي قبل السي صفر عندما الاكس أصغر من سي صفر. فهذه يونت ستيب فانكشن اللي شرحناها ما يخص الهيفي سايد فانكشنز. يعني ذني ملاحظات 11 نقطة نخلي بالنا عليهن، لأن راح نستخدمن هواي بالديفرنشال equations. وغالبا مثل ما قلنا، أنا إذا ما أعرف لابلاس أو إنفرس لابلاس مباشرة فلازم أسوي integration. integration ياخذ وقت، فلهذا أفضل طريقة المانيوبيليشن. بطريقة المانيوبيليشنز يعني طريقة التلاعب بالمعادلة احتاجين هذني النقاط. اجي هنا للامثله، مثل ما قلت لك انه كل ما تحل امثله تمارين كل ما يكون عندك السكيلز عالي. فمره يعني تستغرق وقت اقل او اكثر، يعتمد على ايش قد تمارين التحال. ممكن تختصر يعني كل الخطوات المانيبيليشن تختصرها بسطر واحد، واضح؟ فأنا عندي مثلا صيغ مختلفة للتمارين، عندي هنا مثلا 7 تمارين. إذا أعطيك بدلالة التي معناته أريد بدلالة الأس،
إذا أريد بالعكس أعطيك دلالة الأس يعني معناته شريط، دلالة التي فمرة اتجاه أول لابلاس مرة اتجاه ثاني إنفرس لابلاس. نفرض أني أعطيتك هالشكل 3t بلس 12، أقول لك find the Laplace transforms، فأنت للثلاثة تي قد اللابلاس 3 على اس تربيع، لل12 12 على اس. شلون عرفناها؟ عرفنا انه من التي يعني بالطريقة الأولى الحافظة انه هو تي تو ذا باور 1، فواحد على اس ان بلس 1، فواحد بلس واحد 2 فطلع لي 1 على اس تربيع. الفاكتور الثابت الكوفيشنت يطلع خارج اللابلاس. نفس الحالة 12 لابلاس الواحد ايش قد؟ واحد على اس، ال 12 تطلع خارج، فهالشكل راح يكون الحل. مثلا هنا أنا بالسؤال الثاني اريد اني لابلاس اكسبوننشال 2 تي تايمز سينج تي، فمرة واحد يروح يكامل باي بارتس، مرة لا يسوي مانيبيليشن انه السنج تي احولها الى يعني انا اللي اعرفها بالكالكولاس مثل ما شرحت بالصفحة الاولى انه هو عبارة عن شنو اكسبوننشال. طبعا هنا اذا اي هنا انا اي 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 والحد الثاني يكون ماينس اي، الحد الثاني يكون ماينس اي، فهنا أنا يبقى اي أنا ماينس لأن عندي سنج، وهنا أنا ماينس أي تي، فأنا أصلا عندي أي اثنين إكسبونينشال اثنين تي، راح أضربها بكل حد بذني أشوف شنو النتيجة، فيطلع لي كلها بدلالة الإكسبونينشال، أنا أعرف مباشرة الإكسبونينشال قد اللابلاس إلها. فاستخرج هذا الحد. مرة واحد يقول لا أنا أصلا أعرف يعني هذا اللابلاس إلا مباشرة من خلال الجدول نفسه، من خلال الجدول نفسه أنه أكو هنا أنا عندي مباشر، فأعرف أنه هو الناتجة بي على اس ماينس اي تربيع ما. فيكتب لي بهاي الصيغة. واضح؟ طرق مختلفة بس المهم نتيجة صحيحة. السؤال الثالث أنا معطيك بدلالة الساين، بس من أريد اللابلاس إلى ما زال عندي هنا أنا فيس يعني مو صريحة ساين أي تي، لا عندي أي تي ماينس باي على 2، فالأفضل إنه أرجع هذا الساين للفيس مالته خطوة فيتحول هالشكل كوساين. أنا أعرف اللابلاس الكوساين هو S على S تربيع بلس أي تربيع، وراح أكتبها مباشرة الحل أحسن ما أدخل إنه الساين بالرياضيات شيء مثل، لا إنه أرجع خطوة هذا الفيس أحوله إلى كوساين، ومن الكوساين أنا أقدر أعرف اللابلاس. السؤال الرابع اللي هو يعني عبارة عن حدود، عبارة عن نقول هذا الحد بلس هذا الحد، فأني لكل حد أوجد لابلاس يعني سبرتلي، للحد الأول للحد الثاني وللحد الثالث. الحد الأول مباشر أنا أصلا حافظة للإكسبونينشال 3t، الحد الآخر نفس الحالة، الحد الثالث بالاكسبوننشال. هنا قلنا احنا ما زال اشوف الاكسبوننشال مجرد انه الاس
يعني طرحه أو أزيده ويا الأي، إن هذا التغيير اللي يصير، هذا التغيير يصير يعني نفس الكوساين أكتبه الله بلاص إله، وبدال ما الأس وحدها لو أجمع لها طرحة من الأي، الأي يعني هنا اللي ما يخص الإكسبوننشيا. نفس الحالة للسؤال الخامس، أيضا لكل حد أوجد لابلاس ترانسفورم، بس هنا ننتبه أنه تي تكعيب هنا عندي، فالانتجر 3 يعتبر أنه 3 بلس 1 فاكتوريال لـ3، وكل الثوابت 6 5 9 تخرج خارج اللابلاس وأوجد اللابلاس للبقية. الملاحظة خلينا نقول اللي قلناها على المشتقة راح أشوفها هنا، إذا كانت الكوش وحدها كوش 3T فهي مباشر أو من خلال المانيبوليشن نحولها إلى الإكسبونينشال، أما ما زال هنا أنا مضروبة بتي فأنا لازم أستخرج أول مرة الـ FS وبعدين أشتقها، يلا أقدر أعرف الناتج النهائي للفانكشن الكلية. فأني الـ FT شنو عندي هنا؟ الـ FT هي الكوش 3T، من خلالها أستخرج اللابلاس، اللابلاس للكوش 3T هو S على S تربيع ماينس أي تربيع. بعدين أجي هذا الـ FS أو هنا سميته يعني GS، أجي أشتقه، أشتقه اشتقاق أول فيصير يعني مقام تربيع المقام في مشتقة الباص ناقص الباص في مشتقة المقام، يطلع لي هذا الناتج، يطلع لي هذا الناتج. من هذا الناتج أعوضه بالصيغة اللي أنا أعرفها، قلنا الخاصية 30 أو المثال 30 بالجدول، فمن عرفت المشتقة وأضربها بالسالب 1 على N يطلع لي لابلاس للمعادلة، يعني هاي المعادلة اللي أنا أريدها. نفس الحالة أنه إذا T to the power fractional component يعني 3 على 2، فأرجع للجدول شي يقول لي أنه يعني يعطيني هاي الحل، أجي أطبق تطبيق مباشر بدال كل N أحط 3 على 2 يطلع لي هذا الحل. فهذا هنا أنا كله شفنا بالسؤال T فمعناته أريد S، هنا بالعكس هنا نعطيك S وأقول لك find the inverse Laplace transforms، فأنت راح تستخرج جواب T، فكأنه اللي سويناه هنا يعني الناتج نسوي نرجع بالعكس، فمثلا طلع لي هالشكل الناتج، أنا أريد أرجعه بالعكس، بدل ما هو هيك موحد unified لا أنا حسوي لك expansion، المود يسهل. فمثلا هنا أنا البسط ما حسوي S بلس 1.8.8، الفاكتور الثابت طلع لي، فأشوف أنه هذا من أقارنة بالجدول أشوفه أنه هو شنو يشبه، يشبه كوساين عندما الـ A 1.8، ومن أقارن هذا بالجدول أشوفه يشبه ساين عندما الـ A 1.8، والثوابت مثلا 0.2 ما أثر على الحل، فهو المطلوب. السؤال اللي بعده مثلا عندي هنا مثل ما قلت لك على الملاحظة انه اذا عندي المقام بهذا بهاي الصيغة، هاي الصيغة يعني مو explicit، نسويها explicit شلون؟ يعني نسويها قوسين، هنا تربيع وهنا هنا S وهنا S، زين، وهنا أنا 2 سالب 2 فأحط هنا سالب 2 هنا موجب 1، يعني شلون هذا؟ سويته قوسين، من سويته قوسين لازم أسأل أي أوجد يعني الأي والبي، ف
فالاي والبي اساويهن بالبسط مال هذا اس بلس 10، يطلع لي الاي سالب 3 والبي 4. اعوضن هنا سالب 3 والأربعة بما انه ثواب يطلع خارج لابلاس، انا هنا دا استخرج لابلاس انفيرس، يعني هو اس اريده بالتي، فيطلع لي هاي الصيغه. طبعا هنا انا كتبت اني اكس، بس هي اكس يعني هي نفس التي، المهم يختلف عن الاس. فاني من اعطيك الاس معناها تحول اياها الى اكس او تي، يعني كيفك، بس من اعطيك اكس وتي يعني حول اياها من للاس. حاضر، اجي على هذا السؤال. هذا السؤال يعني هماتين ستريت فورورد مباشر، انه لكل حد اوجد له بما انه اس اريد يعني انفرس لابلاس. الحد الاخير نشوفه انه هنا الان او الان بلس 1 يعني 5، اسوي 4 بلس 1، وبما انه انا عندي ما يخص التي عندي فاكتوريال ان فاكتوريال، فاضرب واقسم على فاكتوريال 4، فكانه ما سوى شيء يعني مجرد مانيبيوليشن. على مود هذا الحد يعني اطابقه ويا احد الصيغ الموجوده بالجدول، فراح يطلع لي هو التي 4. قلنا الثوابت ما تاثر، فكل ما انت يعني تضرب وتقسم على ثابت مو مهم، ما راح ياثر على لابلاس لان هو ما يدخل اصلا بالانتجريشن. اي ثابت اي ثابت ما يدخل بالانتجريشن اللي هو اصلا تعريف لابلاس. فهي هذا يعني صعوبه ايجاد لابلاس او انفرس لابلاس ترانسفورم، صعوبتها بالمانيبيوليشن، يعني ما حد ما يروح على التكامل، تكامل كلش طويل، وبعض الاحيان يعني انا ما حافظ الصيغه ناتج فاروح على مانيبيوليشنز. هنا أنا مثلا عندي مانيبيوليشنز اخر، شلون انه قلت لك المقام بهالشكل مو اكسبليسيت، يعني مو واضح عندي، ما يشبه اي شيء اللي اعرفه بالجدول او شيء اللي حافظه، فاسوي لها هاي الصيغه، يعني هاي الصيغه حولتها الى هاي الصيغه. الرياضيات هي متساويات، واضح؟ فاذا ما يعني هي بالرياضيات متساويات، اذا اجي اعوضها بالمقام هنا وافصلها، طبعا شوي عدد خطوات هنا لحد ما يصير عندي الفصل. وصار عندي الفصل هنا، أنا اعرف هذا الحد هو كوساين، واعتبر الاي تربيع هو جذر الخمسه، واعرف هنا أنا هو ساين، فكل شيء يعني هاي الصيغة المعقدة فصلتها حولتها إلى كوساين وساين، فهي من الأس حولتها إلى التي أو إلى الأكس. أجي مثلا هنا السؤال اللي بي يو يونت ستيب فانكشن، فأنا من أجي هنا أشوف يو 12 يو 6 يو دونت بانيك، هي مجرد يعني ترجمتها بهذا الشكل، نشوف السؤال هالشكل يو 12 يو 6 يو 4. فإذا ترجعها للجدول وانت تعرف حافظها انه من عندي مثلا اليو سي يعني يو 12 وسي هنا 12، شنو الها لابلاس؟ الها هي اكسبوننشال ماينس سي اس على اس، فاكتب السي 12 اس على مجرد تعويض. الحد الاخر لا، ما عندي يو سي وحده، عندي يو سي تايمز اف، فهنا أنا يعني أنظر كأنه الـ F هنا أنا أنظر الـ equivalent أنه T تكعيب cubic T، فما عندي T تكعيب وأريد للـ S يعني أريد الـ لابلاس، فهو الـ N بلس 1 على فاكتوريال N، هذا كل المطلوب. الـ U 6 تتحول إلى
e exponential minus 6s. نفس الحالة هنا، هنا اعتبرها هذا ال 12 ناقص 3 تي اعتبره كأنه ال a هنا minus 3، ما زال minus 3 راح يصير هنا موجب 3 بالمقام، وال e u 4 تتحول الى exponential سالب 4s، فحولت t الى s اذا عندي اليونت ستيب يو 4 يو 6 يو 12. هذا كلها ترجمة. هسه بالعكس انا اعطيك بالاس، يعني هنا نفس السؤال السادس اعطيك بالاس اريد بالتي، يعني هنا اعطيتك التي حولت الى اس، هنا بالعكس اعطيتك الاس حول الى تي، لان شلون انا اعرف يعني اذا مطين هو بالاس شلون اعرف انه هذا يونت ستيب فانكشن؟ اذا اعزل الاكسبوننشال سالب 4 اس 1 يصفى من ال يعني من البسط والمقام هو اف اس، فمن يعني من اقارن هذا ويا اللي عندي هنا اشوف الاربعه تمثل سي وهذا صارت يونت ستيب فانكشن، فهو يونت ستيب فانكشن، فاذا يونت ستيب فانكشن مجرد انه اخذ لابلاس انفيرس يعطيني شنو؟ لازم يعطيني اليوب سي بدلالة تي، وهذا هو ما حدث هنا، استخرجت الاف اس واستخرجت الاف تي وبعدين الاف تي تايمز اليو سي، اليو سي اللي هي اليو 4 لان انا من الاس 4 فهو الاتجاه المعاكس. هنا عندي السؤال الآخر، نفس يعني الغاية أنه المقام ال 18 أسويها 9 بلس 9 على مود أسوي تربيع للحد الأول وتربيع للحد الثاني، من خلاله أني أقدر أعرف يعني سويت فصل الحدود أقدر أعرف الفيرس لابلاس إلها كوساين وساين، فهو نفس الأفكار اللي كناها سابقا. فهي أكو هواي أمثلة على تحويلات لابلاس، احنا ناخذ يعني بعض التمارين عليها ندرب نفسنا عليها، ذني أربع تمارين قلت لك احنا حنواجه ذني صعوبة التحويلات بالمعادلات التفاضلية، لأن تطلع لي معادلات تفاضلية بها عدة أشكال من الصيغ، بها بسط مقام، بها يونت ستيب فانكشن، بها دايركت دلتا فانكشن، بها أي شيء اللي شفناه بالجدول. فأنا إذا عندي مهارة سكيل تالنت بالكيفية المانيوبيليشن، لأن هي الطريقة الأسهل، ما أروح على طريقة الانتجريشن صعبة، أقدر أترجم هذا التعريف تعريف اللابلاس، أقدر أترجمه إلى صيغة سهلة اللي أنا أعرفها، مثلا اللابلاس الواحد، اللابلاس الـ e to the at، اللابلاس ساين كوساين اللي أنا أعرفهن، أقدر أستخرج الحل مباشرة. من هذا كل ما يخص المقطع الأول، شكرا.